بر قلبي إلهي، الحمد لله شفتك بخير وسلامة. كول تقبرني، كول الله يرضى عليك. خلاص أمي، ماني ولد صغير. الله يرضى عليك، كرمالي أمي كرمالي. الحمد لله يا رب، الحمد لله. أمي ليكني قدامك، بكفينا الله يوفقك. يا رب إلهي لا تعيد علينا هالرعبة. أمي بكفي ندب، أنت مرة مؤمنة المفروض. أمي مالي عم بندب، بس كمان ما حدا بيودي حاله على الموت هيك. هذا شغلي أمي، ساعني بسعر أي واحد عم يعمل شغله. فرضيني جندي واقف على حدود بلده، فرضيني دركي بفرع مداهمة، ما حدا أحسن مني. أمي هدول الجنود حامين روحهم على كفهم كرمال بلادهم. أنت كرمال مين؟ كرمال ابن الغانم؟ واقف شو بدك تسمعني مو على كيفك. أمي ببوس إيدك روقي بقى. فديته بروحك مرة واحدة، ما بيقبل حاجة، بكفي. أنا فايت غير ثيابي وانزل. إيه رب من كلامي بقول لك هرب، تعال هون بدك تسمعني مو على كيفك بدك تسمعني. جد خالتي هدول العالم إذا حبوك الدقيقة بيوصلوك لسابع سما، وإن كرهوك وغضبوا عليك بيأذوك، مو بس بيأذوك بينزلوك لأسفل السافلين. خالتي خلص روقي، تركيب حاله هلا مو ناقصه. ما في تطورات؟ الداخلية وقوى الأمن وشعبة المعلومات عم يشتغلوا على الموضوع وعم بيحققوا فيه، بس يوصلوا لشيء منخبركم. بس الحقيقة إنه غانم بيك كل شكوكه عم بتدور حول حلقة معينة. حلقة مثل مين يعني؟ عم ينقال إنه العملية صغيرة بطريقة تنفيذها، يعني اللي وراها حدا صغير. ايه شباب شفتوا جدول الاعمال؟ اي انا عم بطلع عليه، بدنا نحاول نناقش فيه نقطه نقطه ونقطه. فاي حدا عنده ملاحظه سجلها. سلامتك. الله يسلم. يا ريت تسمع مني بروح على المستشفى بنعمل فحوصات وصور. دخيل قلبك بيان، ما بقى تجيبي لي سيرة الفحوصات والصور. أنا بعرف عندي كم يوم بدي أعيشهم بهالحياة مثل ما بدي. إذا بدك تعيش مثل ما بدك خليني أهتم فيك، خلينا نبلش العلاج. شو بتخسر؟ تعرف هيدا البيت ما إله قيمة بعليك. بكرة بس يجي غانم الصغير بيملى عليكم حياتكم وبيملى عليكم هيدا البيت، وبيرجعوا عيونك الحلوين يضحكوا مثل أيام زمان. بيان أنا بعرف إنه أنت تركت المستشفى وتركت البيت وتركت حياتك كلها وجيتي على حياة جديدة، وبعرف إنه بعدك عروسة جديدة وتعرضتي للخطر. هيدا مش هين، بس كله هيدا هين إذا كانت علاقتك منيحة بغمار. شو مبين سكت؟ مزعلك بشي غمار؟ عادي مشاكل بتصير بين كل اتنين مجوزين. إذا بعرف إنه غمار مزعلك وما خبرتيني أنا بزعل منك.
لا لا ما في شيء مهم، كل شيء منيح. يكون بعلمك لا غمار ولا غيره ما بيهون علي حدا يزعلك، انت بنتي وانت خط احمر. بدي اطلب منك طلب ماري. ما بقى تدخي بليز، ما بدك تتعالج فهمت، بس ما بقى تدخي. اعطيني اياه هيدي، شو بتحب فيه؟ نحن بدينا لازم تلاقي حل بأسرع وقت، ممكن ما بقى عنا وقت. انتبه. اوكي عم تفهم علي شو عم تحكي. مسيو سليم يسعد صباحك. انا بحكيك بحكيك بعدين. اهلا. فيني اكسبك اليوم ووصلك؟ خير، شو الموضوع؟ غمار بيك عاوزك كلمتين. ترك لي ايدي لو سمحت. لو سمحت. انا عندي سيارتي، ليش بدي اروح بسيارتك؟ يبدو انه الموضوع كثير مستعجل. وبده يشوفك قبل ما القصة توصل للغاني. وهيك بهالطريقة؟ تفضل. نعم نعم ست سوزان، نعم حاضر. بس ما تواخذيني، ما فهمت شو المشكلة. ما تعصبي ما تعصبي ستنا، حاضر حاضر رح اطلع انا وياها. يلا دقيقة دقيقة. ضحى. نعم. شو عملتي لها لست سوزان؟ لست سوزان؟ ايه مش عملت لها شيء لست سوزان. وليه بعتي وراكي؟ ما بعرف. ما بنشوف. الله يستر. شي شو بدها مني؟ انا ما بفهم، ما بفهم شي. بعرف فضلاني همي كتير. خلص كتير هلا بنشوف. ها تفضل ست سوزان، جبتلك ضحى مثل ما امرتي. ضحى؟ نعم ست سوزان. شو هالقهوة؟ شو بهالقهوة ست سوزان؟ من أيمتى أنا بشرب قهوة فيها سكر؟ بعتذر سكر صف عمري صف عمري. بعتذر منك ست سوزان، بس حطيت سكر بالغلط. ست بيان كنت طالبة مني قهوة وهي عادة بتشربها مع سكر. بعتذر. سهيلة. نعم ستنا. ادفعيلها لهالبنت شهرين وخليها تظهر من بيتي هلا. عفوا ست سوزان، بس إنه بتصير حرام. بتصير بتصير ست سوزان بتصير. هيئتك معصبة، خليني روح أعمل لك فنجان قهوة، فنجان زهورات تروق أعصابك. ست بيان خبرتني إنه الزهورات بتروق الأعصاب. ما بدي شي وما بدي شي، بدي إياك تضبي ثيابك وتظهري من بيتي هلا، فهمتي؟ هلا.
كل شيء على ذوقك مدام؟ ايه تمام حلو كتير. في حال لازمك حيلا شيء في عندك هيدا الرقم اتصلي فيه، هو بيأمن لك كل طلباتك. عم عذبكن معي. احنا بالخدمة. شو مشان ورقي واقامتي هون؟ ما تعتلي هم، نحن حنرتب كل شيء. سلم لي على الست سوزان وتشكرها كثير على البيت، وقلها انه ان شاء الله كل شيء رح يكون مثل ما اتفقنا واحسن. اعتبري رسالتك وصلت، بالاذن هلا. مثل ما كلكن عارفين ضحى رح تودعنا اليوم. ضحى درس لكل واحد فيكن. أنا ست هالبيت وكلمتي أنا يلي بدها تمشي. مفهوم؟ مفهوم؟ ويلي زعلان ومش عاجبه يضب كلاكيشه ويلحقها. الباب بيفوت جمل. يعطيكم العافية. من قليلة على حرق لقلبها ابنها. اسكتي اسكتي ما هي ظالمة. اسكتي يا بنت اسكتي حبيبتي، بدي حدا يسمعنا هلا. اسكتي وسد بوزك، انت بس لازم نعمل ونسكت وتسد بوزنا. حبيبتي يا امي يا حبيبتي، هلا ان شاء الله كبير، ان شاء الله كبير. روقي حبيبتي روقي. ما عندي وقت للعب، غيمار بيك صار لي ساعة قاعد هون، وصراحة بعد ما بعرف حضرتكم شو بدكم مني. سليم بيك أهلا وسهلا فيك، بتشرفنا أنت بأي وقت وبتقعد ثلاث ساعات، نحن بنكون مبسوطين كتير. تفضل اشرب قهوتك. غيمار بيك مش هيدي الطريقة يلي أنا بتعامل فيها، أنا رجال. أيوة رجال. حلو كتير. اسمع يا سليم بيك، الرجال ما بيغدر، الرجال ما بيقوص. شو هالحكي؟ غيمار بيك أنا ما بقبل ينحكى معي بهالطريقة. جاد صوتك كتير عالي أستاذ سليم، ونحن ما عم تفهم علي. أنا بدي إياك أنت اللي تقول هذا الكلام. قل لك شو؟ تقول لي كيف دبرت محاولة اغتيالي. لك أي اغتيال وأي حكي فاضي، أنا شو خصني بكل هالمواضيع؟ أنت ما دخلك أبداً أصلاً، أنت أصغر بكتير من أنك تضل واقف قدامي بالانتخابات. أنا ما بقبل هالحكي. أنا اللي ما بسمح أنك ترفع صوتك قدامي بهالطريقة. مفهوم يا سليم بيك؟ بعدين الرجل كان رح بيموت فيها، يعني رصاصتك بكتفه، ونحن ما بنتعامل إلا بالدلائل والإثباتات، وإليك قدام عينك هلأ بتشوفها، هلكنا لحتى قدرنا نحصل عليها. شوف بعينك. هذا مو توقيعك؟ عم التاجر بالسلاح يا سليم بيك؟ قول صافي، كتير ناس عم تشتغل بهي القصة، ما عنا مشكلة فيها. ساحة الدعارة والترويج لها، هذا مو توقيعك؟ قول ما في مشكلة، صارت موضة قديمة. كل العالم عم تشتغل فيها الأيام، ما عنا مشكلة. يا عيب الشوم عليك، هذا توقيعك ولا لا؟ هي أقل شيء فيها 50 سنة حبس تحت الأرض، مستحي على دمك. طيب شو المطلوب مني؟ بدي إياك بس تعترف بعملية اغتيالي، صح ولا لا؟ عملتها ولا لا؟ ها؟ ها؟ ساهم هذا غيمار بيك، أنا ما كان قصدي أذي حدا، أنا كان كل هدفي إنه خوف بيك الكبير لحتى يقدر يسحبك من الانتخابات لصالحي أنا. أوكي تمام، بلشنا نفهم على بعض.
تحكي لي كيف صارت القصة. بس ليش ما خبرتيني قبل ما تفل انه سوزان شحطتها؟ يمكن كنت قدرت اعمل شيء. بدنا شو عملت البنت؟ ما عملت شيء بيستاهل انه تنشحط يا ست بيان. بس هيدي ضريبة كل واحد بيتقرب منك بهالبيت اكثر من اللازم دكتورة. بيتقرب مني اللي انا شو خصني؟ ما فهمت. انت ما خصك، بس لا حول ولا قوة الا بالله. المعتر ما له غير ربنا بهالدنيا. شو بده يحكي الواحد لا يحكي. شو يا سعد؟ الغانم بعده مشغول ولا معصب ما بده يشوفني؟ مشغول وعنده شوية اتصالات. أسعد دخيلك بدنا نحلها، طولت. مع إنه عملتك كبيرة، شو نسيت إنك وقفت بوشه قدام الكل؟ حمار، ما أنت أكتر واحد بتعرفني. بعدين مش سهل الواحد هيك يسحب كرسي من تحته بلحظة. بعدين أنا بس عصب بسكر راسي وبغلط. وبس توعى؟ هلا بس اوعى موضوع تاني، ولكن جايين ناخد رضا للغانم. بعدين ما بدي يفكر انه انا لي علاقة بالاشياء اللي عم تحصل لعائلته. الغانم بيعرف كتير منيح انك انت اصغر من انك تقدر تعملها. بس اذا حب يلبسك اياها ممكن يلبسك اياها وجسمك لبيس. ساعتها ما حدا حيتطلع فيك، انت حتكون الدرس جديد قدام الكل، حيربي الكل فيك. أسعد لازم الغانم يشوفني ونحلها، دخيلك. واو، بعده لهلا عم بيجيب لي كرود؟ شو بدك أحلى من هيك؟ ما بدي أحلى من هيك. شو بك اللي عم تضحك؟ عم بضحك لأنه هالمرة إله غير معنى، مش مثل أول مرة، مش مثل ما أنت مفكرة. كيف يعني؟ ما عم بفهم. سؤال صعب. ما بعرف يا رح، حاسة حالي عايشة مع رجال كل يوم بشخصية. يوم بحسه بعيد عايش بغير عالم، يوم بحسه قريب، يوم بحسه رومانتك. ما عم بفهم، ضايع ومضيعنة معه. كل هول؟ يعني مانك مبسوطة؟ ما بعرف، ما بعرف إذا مبسوطة ولا لا، بس من وقت ما فت هيدا البيت وحاسة حالي غريبة. أصلاً ما في شي بهيدا البيت بيشبهني، ولا عم بقدر فوت بجوهم. طب شو الحال؟ بدي ارجع على حياتي، بدي ارجع على شغلي، اشتقت. عليا هونيك المرضى بيتعالجوا، في امل يتعالجوا. هون صعب. anyway انت طمنيني عنك، شو الاخبار؟ كيف خالته؟ منيحه. وانت؟ كيفك؟ طمني عنك. الحمد لله أنا كتير منيح. أنت كيفك سوزان؟ أنا منيحة. أمتى في شوفك لحتى نحكي بالموضوع يلي خبرتك عنه؟ ساعة اللي بدك. بتشرفي، المكتب مكتبك. طيب بس هيدي آخر مرة، ما بدي الناس يشوفوني فايتة ظهر اللي عندك على المكتب. أنت بتعرف أنت مين عند الغانم؟ أنا اللي بيعرف قديش بيعزني الغانم. على كل حال أهلا وسهلا فيكي ساعة اللي بتشرفي. يا ست الكل انت. ومثل ما بيعرفوا السيد المشاهدين بانه ولايه المجلس النيابي الحالي بعد ما انتهت، وهول الشهرين اللي جايين المفروض يكونوا تحضيرات لحملات الانتخابيه لمرشحين الاحزاب ومرشحين المسؤولين. تفضل. هذا البروسيس صار معروف بالبلد. اول شيء حيكون تحضير القوائم الانتخابيه، وفي فتره زمنيه محدده لتقديم المرشحين، وبعدين بحق لاي مرشح انه ينسحب بعد 45 يوم من شو يا بيك؟ خليه يمشي وبيرجع بوقت تاني. والله بتشوفه وبتحكي معه شي كلمتين هو رح يموت لترجع ترضى عليه، وأنا فكري هاي فرصتنا. قديه صار لكم نطره؟ له زمان.
قاعد فكرة عم تاخده وفكرة عم تجيبه. كمان 10 دقايق ما بيشكو من شي. بيكون استوى أكتر. بس بعدني لهلأ ما اقتنعت. ليش بدك يصير هيك؟ اعتبرها ختمة شخصية، وإلا ما يجي فرصة ردلك إياها بأحسن منها. هالقد مضايقك غمار يكون سند لبيو، أو مضايقك لأنه ابنه لوداد؟ لو تعرف شو في بقلبي يا زاهي. مهم قصدتك بختمة وإلا مقابل. بعدك بتغاري منها لوداد وهي ميتة؟ ميتة عند ربا، ميتة بورقة النفوس عند الدولة، بس أكيد منا ميتة بقلبه للغانم. جربت كتير نسيها. فكرك نسيها؟ ولا مرة ولا نهار قدر ينسيها. كل عمري جرب ياخد مطرحها. ايه يمكن قدرت اخد مطرحها بتخته ببيته بمصرياته، بس ولا يوم قدرت اخد مطرحها بقلبه. بعد ما صبرت كل هالعمر، بعد حرقة قلبي على ابني، يطلع لي ابنه لوداد بوجهي كل نهار؟ لا لا، ما قادرة، قادرة احملها زاهي، ما قادرة. وانت بدك تساعدني لحتى طفي هالنار اللي بقلبي. لعيونك، انا صدقت على الله يجيني فرصة مواجهة مع الغانم يلي سرقت منها. بس ما تتأخر، لأنت خبيت على البواب. علي بيك، عود عود. بدك تجيب لي موافقة أعضاء الحزب على ترشيح غمار بيك للمجلس النيابي. ما بدي شوشرة ولا وجعة راس. أمرك يا بيك. هرد، أنت كيف بتدخلية على مكتبي من غير موعد؟ مسيو غمار، هي قالت إن قريبتك من الشام وفي موضوع كتير ضروري لبدها تحكيك فيه. اوكي، اجلي لي موعدي في نص ساعه. اي حدا بيتصل بيسال عني بتقلي له عنده اجتماع ضروري. شو بتقلي له؟ انه عندك اجتماع كثير ضروري. ماشي، يعطيك العافيه. عايدة، شو عم تعملي هون؟ ما بتعرفي انه جيتك على الشركة خطر كتير؟ بعرف، بس انا جاي اخبرك شي كتير ضروري، انت لازم تسمعني. حاجة تهرب مني. اوكي، عم بسمعك، شو بدك تقولي لي؟ انا طلبت الطلاق والولاد اختاروا يضلوا مع ابوهم بالشام. هذا الشيء كان لازم تعمليه من سنين طويلة. ليش هلا جاي تخبريني اياه؟ لأني صرت حرة. مو هذا الشيء اللي كنت أتمناه كل الوقت. يعني اللي كان واقف بطريقنا خلص ما عاد موجود. حرة. حرة بالزمان وبالمكان وبالوقت الغلط عايدة. أنا هذا الشيء كان بدي إياه من زمان كتير، ومن زمان إنتي ما قبلتي تضحي. أنا تفهمت بعدين، بلشت إياس
وبعدين قبلت ومشيت. غمار، حاجة بقى تحاول تبعدني عنك حاجة، لأنك ما رح تقدر. بتعرف ليش؟ لأنه الحب اللي بيناتنا مستحيل يخلص، لأني اللي زرعته بعقلك وبقلبك وبخيالك من سنين مستحيل ينتهي، واللي زرعته بقلبك وبعقلك وبخيالك سنين ما رح يخلص. نحن لبعض، كنت إلي ورح تضل إلي. انتي عم تألفي هيدا، انتي عم تعيشي قصة بس موجودة بخيالك، انتي عايشي قصة من الماضي. لا، أنا ماني عايشة بالماضي. أنا تركت بيتي وولادي، تركت كل الأمان اللي كنت عايشة فيه وجيت لعندك لهون لحتى راضيك. أول شي وطي صوتك لأنه نحن بمكتب. ثاني شي لا تحمليني أي مسؤولية بقرارك بالانفصال، لأنه علاقتك مع زوجك علاقة منتهية وميتة من زمان. فلا تحمليني أي منية بالشي اللي صار بينك وبين زوجك. أنا لا ضربتك على إيديك ولا قلت لك اعمل اللي عملتيه. صح، وأنا بعترف بغلطي، وأنا جيت لعندك لحتى أصلح غلطي. غمار، أنا ما بقدر أنسى اللي كان بيننا، أنا ما بقدر أعيش بدونك. جيتي لعندي بعد ما يئستي من علاقتك بزوجك. هذا الحكي مو صح، وانت بتعرف كتير منيح اني انا اجيت لعندك لاني بحبك. بحبك، ما بقدر اتخيل حياتي بدونك. عايدة احملي حالك وروحي لعند اهلك وبيتك واولادك. اذا فيكي اذا ما فيكي لاقي لك مكان جديد وشخص جديد وابدي معه حياتك. بس الله يخليكي تكون بعيدة عني وعن حياتي، لأنه أنا بالنسبة لي خلص كل شيء انتهى، ما عاد في إيدك عندي شيء. استأجرت بيت ببيروت، قلت بجي بشوفك قبل ما اروح عليه لاني اشتقت لك. اشتقت لك كتير، اشتقت لريحتك. رح ابعت لك عنوان على الواتس انت ما بدك. تعال لعندي، رح كون ناطرتك سنة سنتين كل العمر، رح ضل ناطرتك. Thank you.
شوي شوي على الغراض. مربيك، أنا ما كان قصدي أذي حدا، أنا كان كل هدفي إنه خوف بيك الكبير لحتى يقدر يسحبك من الانتخابات. صح يا شو يا بيك، شو رأيك؟ شو عملتوا فيه؟ شو رح نعمل فيه؟ لكم بيته موجود حي يرزق. ما تسلموا للمخفر ها؟ لا ولو، ونقول لهم انه واحد من رجال الغانم خانه، ما حلو بحقنا. انا يا بيك اللي بيهمني انت تعرف مين معك ومين ضدك، مين بيحبك ومين بيخونك، وبالنهاية اهم شيء عنا اسم العيلة. وكيف رح تنهيها مع هالوطي؟ يعني اكيد ما رح نصفي بالاخر، نحنا مالنا مافيا، نحنا من بيت سياسي وعائلة عريقة. سحبنا جواز سفره، سحبنا وراءه، جمدنا أملاكه. بالمختصر يا بيك، تحركاته رح تكون تحت إدارتنا وتصرفنا. نيمار صار لازم نمشي، رح يطلع الضوء. ها؟ عم لك صار لازم نمشي، رح يطلع الضوء. لا خليه يطلع الضوء جادو، خليه يطلع. تركني فرحان ومبسوط ان اللي شفته عم بيصير بعيونه للغانم اليوم. ان شاء الله على طول مبسوط. صحة. تفضلي مدام. خير مدام، في شيء؟ لا ما في شيء، بس ذكرت الحادث. ما تقلقي مدام، اطمني. يلا من هون بسرعة. معلش يلا اولاد اولاد. يلا حبيبي تعال. يلا لا جد، ولد ولد حرام. شو عم تلعب حبيبي؟ عم نلعب حرب. حرب؟ مش حلوة هيدي اللعبة؟ ما انت طيوب وصغير. مين قال لك انه انا صغير؟ ما خصك، روح من هون. يلا حبيبي يلا من هون، يلا 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 بسرعة. هالولاد الحرب ضيعتهم حرام. دكتورة تفضلي اطلعي، المنطقة كثير خطرة، ما بيسوى تضلك هون. ست بيان
يا اهلا وسهلا. بونجور سعاد. نحن وصلنا شوي قبل بوقت. كيفك؟ منيحة؟ منيحة. يلا طلعي تنحكي مع السمسار. ميرسي. معلش درجنا بتاعك شوي. ايه. شعراته ولو وقلبه ولو وعيونه ولو. بونجور دوموازيل، حضرتك طالبه بيتزا؟ اطلع ما بقلبك ما اسالك. لك شو بكي يا هرا؟ شو بكي؟ شو بكي بتضلك هيك تنكدي؟ شو بكي؟ لك انا هيك؟ انا هيك النكد بدمي، شو بدك رامي؟ لك يا هرا، يا هرا انا عامله حسابي وجايب لك غدا وقلت نتغدى سوا، جايب لك بيتزا ببيروني يا رارا. انت شو مفكرني؟ شو مفكرني وحده هبله؟ مره بيتزا، مره ساندويتش شاورما، مره ساندويتش فلافل. لك خلص بقى، دهر من حياتي بقى. يا را عن جد انا جاي صالحك، ما عادش بدي ابتزك يا را، عن جد انا بحبك يا را. لك شو بدك يا را؟ يا را يا را بتجوزك؟